السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المشكلة حاليا اللي احنا بنواجهها انه انا كمهندس تكييف كمقاول تكييف صارت عم تيجيني الاخطاء ضمن المخططات اللي بتم رسمها من قبل المكتب الاستشاري. واحد هذه الاخطاء يعني اللي طبعا اخطاء احنا بنعتبرها بالنسبة إلي أنا خط أحمر بالنسبة لموضوع التكييف، هي فكرة تجميع الوحدات الخارجية على سطح الفيلا أو على سطح المشروع. طبعا هاي للأسف حاليا منتشرة في دولة مجاورة، ويعني يتم الترويج لها، وأيضا الناس مقتنعة أنه هذا الأمر كثير طبعا جميل وكثير حلو، والموضوع طبعا بيعطي جمالية معينة. فالناس واصلتها الفكرة وعم تحاول تطبقها، وصارت الناس توصل المعلومة هاي للمكاتب الاستشارية، وللأسف صارت المكاتب الاستشارية تنزل هذا الطلب ضمن المشاريع. يعني أنا حاليا إذا طبعا رح نعمل بثوث أخرى نصور فيها الشاشة، عندي عدد كبير من المشاريع خاصة في الفترة أو الآونة الأخيرة صارت تجي المشاريع. طبعا ما بيكون مصمم التكييف، هو كمكتب استشاري ما عنده مهندس تكييف يصمم، بيكون مدخل الفكرة الخاطئة فقط ضمن هاي المخططات. يعني أنا تجي مخططات فيلا مشروع 3 طوابق 4 طوابق، ما بيكون فيها رسومات للتكييف ولا تصميم للتكييف. مطلوب مني أنا كمهندس تكييف مقاول أقوم بعملية التصميم والرسم وغيرها، طبعا أخلص الأمور. بيكون متدخل المكتب الاستشاري هون بهاي النقطة بطريقته الخاطئة، بيكون راسم السطح اللي هو سطح الفيلا اللي هو يعتبر السطح الأخير للمشروع، وهذا السطح هو عبارة عن سطح للخدمات. يعني ما حدا بيستخدم هذا السطح لأي نشاط، يعني أصحاب المنزل أو أصحاب البيت أو أصحاب المشروع أو الفيلا ما بيستخدموا هذا السطح أصلا، لأنه هذا السطح في عليه عدد كبير من وحدات التكييف، في عليه خزانات مياه، في عليه طاقة شمسية، يعني أمور بتخدم طبعا المشروع بتكون موجودة على سطح الفيلا أو سطح المشروع. بالتالي ما بيكون حدا رح يطلع مثلا يشم هواء على السطح، او والله يسهر على السطح، او مثلا والله يطلع، ما حدا بيستخدم السطح لأي نشاط شخصي او لأي نشاط بخص صاحب المنزل. اللهم هذا السطح في عليه خدمات، بصير في عندك عطل، بصير في عندك مشكلة، بيطلع الفني بيصلح المشكلة وبينزل. فبالتالي الظاهرة حاليا المنتشرة هي عملية انه انا في عندي عدد من وحدات التكييف الخارجية بتكون موجودة وموزعة على هذا السطح. حاليا يعني الصورة اللي طالعة انه احنا بنقدر هذا السطح اللي مثلا مساحته 300 متر مربع، انه احنا بنقدر نجمع لك الوحدات الخارجيه اللي هي عددها مثلا 20 مكيف مثلا على سبيل المثال، احيانا بتكون 30 مكيف او غيرها، بنقدر نجمع لك هاي المكيفات او الوحدات الخارجيه بحيث يكونوا جنب بعض قريبات من بعض، ونجمعهم ونعمل لك قواعد خارجيه موجوده على جزء من هذا السطح في زاويه معينه، واحنا نخلي لك باقي هذا السطح فارغ من الوحدات الخارجيه. طيب شو الفكرة من هذا الموضوع؟ شو الفائدة من انه انت تجمع او تحط اوزان معينة او تجمع وحدات تكييف في زاوية معينة وتترك باقي السطح ما عليه مثلا اي وحدات تكييف او ما عليه اي مثلا فاضي؟ شو الفكرة؟ هل هي الفكرة انه انت راح تطلع كصاحب بيت او كصاحب مشروع تستخدم هاي المساحة الفارغة مثلا لجلسة مثلا، او تستخدمها مثلا او تستخدم هذا السطح لاي نشاط معين؟ احنا الواقع اللي شايفينه احنا من 15 سنة ما حدا بيطلع على سطح مشروعه كصاحب بيت، ويعني نسبة 90% من المشاريع ما بكون فيها درج داخلي اصلا، يعني ما حدا بيقدر يطلع على السطح بيكون فيها درج لولبي
حديدي، احنا كفنيين كعمال يعني من الصعب انك تطلع على السطح اصلا، وبتتعب وبتمرض وانت طالع على تلف على الحديد لحتى توصل على السطح، حتى انت تأدي الخدمة اللي انت بدك تأديها في هذا على هذا السطح. تمام، هاي اول نقطة. النقطة الثانية، هل انت بتعرف لما المقاول التكييف بده يقوم بعملية تجميع هاي الوحدات الخارجية ونقل وحدة خارجية من هذا المكان لمسافة مثلا 10 متر ووضعها في مكان جديد، هل انت بتعرف شو فنيا راح يصير؟ هل انت بتعرف شو مشاكل راح تصير معك؟ هل انت بتعرف شو الرابط ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية؟ هل انت كمالك مشروع بتقبل انه يتم تقديم العمل بطريقة فنية خاطئة في مشروعك حتى توصل لهاي النتيجة اللي هي طبعا خاطئة بنسبة 100%؟ هل انت بتقبل في يوم ما، ومثل ما احنا تكلمنا في بداية كلامنا، انه دائما لازم يكون في اخطاء في العمل، دائما في احتمال انه وارد هذا الامر وموجود عند كل الناس، راح يصير عندك اعطال. لو انا يعني قدمت الخدمة بشكل كامل وما كان عندي اي اخطاء في العمل وخلصت وسلمت المشروع بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، لازم يعطل المكيف، لازم تعطل الوحدة الداخلية، لازم تعطل الوحدة الخارجية، لازم بايب الغاز مثلا في وصلات لحام مثلا كونكشن موجودة، هاي الوصلات ممكن تسرب. تمام، هل انت كمالك مشروع بتقبل انه اذا انا بدي اعمل صيانة اجي اكسر لك في مثلا سيراميك السطح او البلاط او مهما كان الشيء اللي انت عامل فينيشنج بالنسبة للسطح، هل بتقبل اني انا اقص لك في الجدران حتى انا اشوف وين المشكلة؟ هل انت بتقبل انه انا اجي اقول لك انه والله انا حتى اقدر اصلح لك المكيف لانه انا ما لقيت في مشكلة عندي في جزء الوحدة الخارجية كمكيف، تمام، وفي جزء الوحدة الداخلية كمكيف انا ما لقيت فيه اي مشكلة، هل انت بتقبل انه انا اقص لك في مثلا الجبس والديكورات اللي بتكون انت عاملها داخل البيت؟ ممكن يكون احيانا فيلا فخمة، قصر، عمليا انا عامل توصيل في بايبات الغاز، عامل كثير امور. هل انت بتقبل كمالك مشروع بعد ما انت تسكن بعشرين يوم، بعد شهر، اجي انا كمقاول تكييف اقول لك والله انت هون بدنا احنا نضطر نقص بهذا الجبس، نضطر احنا نقص في هذا الديكور اللي انت خسران عليه حتى احنا نوصل لك للمشكلة؟ اكيد ما راح تقبل، انا متأكد انه ما راح تقبل، وراح تكون يعني في مشكلة كبيرة انه انت ليش انت بدك تقص مثلا في هذا الجبس؟ والله انا بدي اقص لانه اضطريت، انا بدل بايب الغاز ما يكون طالع عندي ستريت مثل ما احنا بنشتغل من عند الوحدة الداخلية داخل سليف بلاستيكي، بايب بلاستيكي نازل واصل الى الوحدة الخارجية وراكب الوحدة الخارجية بالمكان نفسه اللي طالع منه بايب الغاز، لا انا حاليا اللي قمت لك فيه حتى اوصلك لهاي المعلومة الخاطئة ولهاي يعني خلينا نسميها الموضة الجديدة اللي طالعة الخاطئة، انا اضطريت والله بايب الغاز لما وصل عندي على السطح حتى انقل لك انا الوحدة الخارجية واجمعهم جنب بعض، تمام، اضطريت اني اوصل 10 متر بايبات غاز ومواسير نحاس وادفنها تحت البلاط حتى اوصل للمكان الجديد، هذا فيما يتعلق بالسطح الخارجي، واضطريت انا حتى اوصل للوحدة الداخلية في حالات ثانية انه والله انزل انا في بايب الغاز من الرايزر لما احنا بدنا نشتغل بطريقة خاطئة، وامشي انا في بايب الغاز اخترق جدار غرفة، اخترق جدار حمام حتى انا اوصل للوحدة الداخلية او الاندور يونت اللي موجود عندي. بالتالي انا بهاي الحالة بنسبة يعني خلينا نقول 95 الى 99% بدي اضطر انا اعمل عمليات كونكشن ولحام في مواسير وبايبات الغاز، لانه انا في عندي رول طوله 15 متر، فانت لما تطلب مني انه انا انقل لك وحدة داخلية او ابعد لك وحدة خارجية، انا بدي اضطر اعمل عمليات كونكشن لحام، هذا الكونكشن او اللحام بده يكون حسب طلبك
حسب الشيء المطلوب اللي احنا طبعا بنتكلم عنه بمكان مخفي. يعني انا بدي اعمل توصيل لبايب النحاس واعمل لحام، ومن بعدها انا اخفي مكان اللحام بحيث انه انا ما اقدر يوما ما ارجع اكشف عليه هل في عندي مشكلة او ما عندي مشكلة، هل في عندي تسريب في هاي النقطة او ما عندي. تمام؟ وبالتالي انا عملت بايب الغاز عبارة عن خريطة، واللي هو عبارة عن بايب نحاسي حساس، بغض النظر عن احتمالية خلال هاي العملية اللي بتقوموا فيها انتو بتكون طعشت بايب الغاز، خربت بايب الغاز، عملت مشكلة في بايب الغاز، وانت ما من حيث لا تدري. تمام؟ فبتيجي بتشغل المكيف، المكيف ما بيشتغل معك، بتشغل المكيف، المكيف بيعمل لك مشكلة. تمام؟ بتدور على المشكلة، المشكلة صارت مدفونة اما تحت بلاط السطح الخارجي، او مارة من ضمن غرف معمول لها ديكور، معمول لها جبس، على اساس انت فقط شو الغاية؟ انه انت توصل معلومة للناس خاطئة، وطبعا تخلق مشكلة عامة. انت بهاي الحالة خلقت مشكلة عامة. انا حاليا صارت تجيني مشاريع يتم توصيفها من المكاتب الاستشارية انه من ضمن المواصفات تجميع الوحدات الخارجية في هاي الزاوية من السطح. تمام؟ طيب انا السطح كله فقط ما تحت الاريا او المكان اللي بتجمع فيه ما تحته فيه مكيفات، ولا في عندي باقي المشروع انا مثلا المساحة المتبقية كلها فيها غرف في الطوابق المختلفة فيها مكيفات؟ هل انت كمكتب استشاري هل انت بتعرف انه في مواسير نحاس تربط ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية؟ المفروض انا ما اتجاوز طول معين لبايب الغاز حسب الشركة المصنعة. هل تعرف انه انا اذا بايب الغاز او مواسير النحاس الرابطة ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية مثلا كانت 7 متر افضل ما انها تكون 15 متر؟ هل انت بتعرف انه المكيف تم تصميمه بالمصنع انه طول بايب الغاز على سبيل المثال حسب حجم المكيف لا يتجاوز 15 متر؟ وانت بهاي العملية اللي انت بتطلبها بتوصفها بايب الغاز رح يصير طوله 20 متر و25 متر و30 متر؟ هل تعلم انه انت بهاي الطريقة المكيف ما رح يشتغل اكثر ممكن احيانا سنة او 6 شهور او مثلا 3 سنوات، وبعدين الكمبرسر اللي هو قلب المكيف رح يتعب وينفجر من التعب، وبعدين رح يجي الضمان يبدله، ومن بعد 4 5 سنوات ما عاد يكون في عندي ضمان، وبالتالي بعدين رح يكون في عندي إشكالية، رح يجي يخرب الكمبرسر مرة أخرى بدون ضمان، ورح تيجي شركة أخرى تيجي تبدل الكمبرسر وتشوف إنه مثلا أحيانا المكيف ما فيه غاز. طيب احنا خلينا نتكلم بالناس المتخصصين في هذا المجال. انت لما تيجي تبعث الفني طبعا يشيك احد الزبائن يقول لك والله المكيف عندي ما ببرد. بالتالي اول شيء انت بدك تكشف عليه في حال كان المكيف شغال كهربائيا، اللي هو انه هل في غاز في دارة التبريد، هل في فريون في دارة التبريد او لا. بالتالي انت الفني بكل بساطة لما يكشف على دارة التبريد وما يلاقي فيها غاز، فشو هي الخطوات اللي هو راح يتبعها ليعالج هاي المشكلة؟ الخطوة الأولى أو الهدف الأساسي لمعالجة هاي المشكلة هو معرفة مكان تسريب الغاز، لأنه إحنا قلنا دارة التبريد هي عبارة عن دارة مغلقة، المفروض الغاز في الحالة الصحيحة لو بيظل المكيف 20 سنة 30 سنة، إذا ما كان في عندي أنا ثقب أو مكان يتسرب منه الغاز في هذا المكيف، الغاز ما راح ينقص أصلا ولا راح يصير في عندي تسريب. المصيبة إنه أنت لما تكون مشتغل بهاي الطريقة وساحب بايبات الغاز وعامل لها تطويل زيادة وعامل لها مناطق لحام مخفية أنت أصلا ما بتقدر تكشف عليها بالمستقبل. هل صار أنت عندك لما تعمل عملية كونكشن أو لحام، هل انت يعني مقدم حتى لو كانت نسبة عملك صحيحة 100%؟ هذا عبارة عن لحام، يعني عمل انت قمت بتقديمه ممكن بعد فترة معينة تمام
يصير في عندك خلل في هاي المنطقة. المنطقة اللي عملت فيها أنت اللحام يصير في عندك تسريب فيها. نفسه بايب الغاز، حاليا في عدد يعني كبير من أنواع بايبات الغاز أو مواسير النحاس، في غالي وفي رخيص وفي متوسط، كله يتبع إلى نوعية النحاس اللي مصنعة منه هاي المواسير، صحيح؟ بالتالي الثيكنس والسماكة أحيانا أنت ممكن يركبوا لك في المشروع أصلا مواسير نحاس ما بتتحمل الضغط اللي بيقوم فيه اللي هو الكمبرسر، تشتغل يوم يومين ثلاث شهر شهرين سنة، ممكن نفس البايب أو نفس يعني ماسورة النحاس تنفجر من الضغط، بيصير فيها أحيانا مثلا شرخ عبارة عن مادة تصنيعية، صحيح؟ هل هذا الأمر وارد ولا غير وارد؟ طيب هذا الأمر وارد، بالتالي في حال صار هذا الأمر، وهذا الأمر بيصير واحتمالية أنه يصير احتمالية كبيرة، المكان اللي بيتم فيه اللحام ممكن انه يصير فيه تسريب مره اخرى، بايب الغاز ممكن اصلا يكون بهاي الطريقه انت اصلا طعشته لبايب الغاز، اغلقت نسبه كبيره من الدائره او من الممر الاسطواني اللي مار فيه الفريون خلال عملك بهاي الطريقه. فانت بتيجي بتشغل المكيف، بيشتغل المكيف، بيشتغل يوم يومين ثلاث سنه سنتين، بعدين قلب المكيف بيتعب. الله يحفيك، هلا اخوي ماجد حياك الله. قلب المكيف بيتعب، الكمبرسر بيتعب، مثل الانسان ومثل قلب الانسان ومثل شرايين الانسان، صحيح؟ بالتالي انت هون بهاي الحاله لما يكون انت يعني الكاستمر او الزبون مركب المكيفات في المشروع وحاسب حساب ودافع مبلغ مالي كبير انه انا هاي المكيفات على اقل تقدير، على اقل تقدير، الله يعافيك يا رب حياك الله، 20 سنه يعني على اقل تقدير، يعني انه 20 سنه انا ما راح ابدل المكيفات لانه دافع مبلغ كبير انا، صحيح؟ بالتالي لما يعني الشباب للاسف الزملاء يطرحوا هاي الفكره، لازم انت لما تطرح فكره تعطي الطريقه الصحيحه لنجاح هذه الفكره. يعني انا لما انا كمقاول تكييف او كمكتب استشاري اجي اطلب او يعني احط بالضمن المواصفه تجميع الوحدات الخارجيه، حلو، تجميع الوحدات الخارجيه انا راح اجي معك واقول انه شيء جميل كمنظر، شيء جميل، اوكي. وحاليا الاسوا حاليا انه عم يطلبوا بالمشاريع، انا بتجيني مشاريع عم يطلبوا ايضا يركبوا عباره عن اطار وشبك ألمنيوم اعلى المكيفات على ارتفاع 1.2 متر، يعني على ارتفاع فورا فوق المكيفات. طيب يا اخي يا مكتب استشاري، انت اذا انت ما عندك ناس متخصصين في مجال التكييف، اذا انت عم تيجيك، انا شغال في دولة الامارات، اذا انت عم تيجيك يعني معلومة او الكاستمر بيطلب منك شيء فني، انت كمكتب استشاري او كمكتب فني، هذا المالك انا بعتبره غير متخصص في هذا المجال، هذا المالك شاف شيء على اليوتيوب، شاف شيء واحد صديقه ورجاياه شافه، شاف فيديو عجبته الفكرة، انت لما يجي الكاستمر يطلب منك هذا الشيء كمكتب استشاري بكل بساطة بتيجي بتقول له اوكي وما عندنا مشكلة؟ هل هذا الامر فنيا انت عارف فيه؟ هل بتعرف انت شو التبعات انه انت تجمع وحدات تكييف خارجية؟ هل بتعرف انه انت في عندك مواسير نحاس تربط ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية المفروض تكون ضمن الطول المحدد؟ هل بتعرف انه انت المفروض ما يكون عندك اكثر مثلا لو فرضنا 4 5 6 10 بند اللي هو 90 درجة؟ هل بتعرف انه هاي العمال رح تستخدم فيه بندر؟ هل انت بتعرف انه مثلا راح يكون عندك الطول صار زياده عن الشيء التصميمي اللي مصمم على اساسه المكيف؟ هل بتعرف انه احنا بعد طول معين 15 متر من مواسير النحاس راح نضطر نعمل عمليه ويلدينج وعمليه لحام حتى نوصل لعند الوحده الخارجيه؟ هل بتعرف انه المكيف لازم في حوله مساحه معينه لازم طبعا يسحب حسب ما شرحنا احنا دارة التبريد، ليش احنا شرحنا دارة التبريد؟ مشان الناس تعرف شلون على اي اساس يشتغل المكيف.
شو مبدأ عمل المكيف الأساس؟ احنا قلنا انه انت لما اي شخص عنده مكيف، عنده وحدة خارجية، بيوقف امام المكيف او امام الوحدة الخارجية لما تكون شغالة. هل انت بالجو الخارجي اللي انت بتكون واقف فيه تكون درجة حرارة هذا الجو اعلى، ولا الهواء اللي بيكون خارج من مروحة الوحدة الخارجية بيكون اعلى؟ اكيد الهواء اللي بيكون طالع من الوحدة الخارجية، الهواء المروحة، بيكون اعلى من درجة حرارة الجو اللي انت بتكون موجود فيه. هل بتعرف هاي الحرارة من وين بتيجي؟ هل بتعرف انه الهواء هذا اللي بيطلعه المكيف او بتطلعه المروحة الخارجية هو نفس الحمل الحراري اللي انت بتكون مبسوط داخل الغرفة انه صارت باردة؟